الامل كبير، يعني احنا يعني نتمناو تكون احسن، دائما نمروا ان شاء الله للاحسن. حنايا الفئه هذه يعني من طبيعتها يعني تخلق المفاجات ان شاء الله، فيه امل يكونوا ميداليات. الناس يعني اللي معودين على الميداليات موجودين وكانوا في اتم التحضير واتم الاستعداد، نتمنى ان شاء الله يحققوا باش وعدونا ان شاء الله. وثاني نشوفوا الظروف يعني اللي مرينا بها في التحضير، الجائحه هذه اللي يعني عرقلت شويه التحضيرات والتدريبات، رغم اننا يعني بذلنا كل المجهود بدعم من الوزاره اننا نديروا تدريبات خارج وداخل الوطن، وكانت يعني كل الفرق استفادت وكل الرياضيين استفادوا من يعني التدريبات نتاعهم. والتدريبات الان لحد الان مستمره الى يوم الانطلاق، الى يوم 19 اوت مازالوا داخل يعني المركبات الرياضيه لاتمام التحضيرات نتاعهم. والله اللقاء هذا تحفيزي من عند الوزير باش قبل ايامات قبل انطلاق منافسات الالعاب الاولمبيه. وحنا والله السنه حضرنا انا حضرت هنا في الجزائر، حضرت في تيكجده، في مرتفع تيكجده، عندي واحد الربع ايام من اللي هبط. وحنا خدمنا بالشيء اللي كان من قبل، ما كانش الوزير هذا، كانوا اللي قبله، وكانت في دراسه احنا ثاني قبلها وزادت في دراسه جديده.